يا صباح الخير والتفاؤل، وأول بقى حلقة في الموسم الجديد نتكلم العشرة الصبح في الأهلي 2022. يا رب تبقى بداية كده جديدة وعام جديد كمان علينا وعلى الأهلي بإذن الله. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير. صباح الفل. صباح الفل عليك. أنت طيب يا كريم؟ وانت بالصحة والسلامة وانت موسم طيبة. موسم جديد واستوديو جديد وأخبار جديدة وكله جديد إن شاء الله يكون كله جديد وكله جميل وينال استحسان كل حضراتكم. صباح الخير وأهلا بكم جميعا، وبداية حلقة جديدة، أول حلقة على الإطلاق في السنة الجديدة 2022. إن شاء الله تكون سنة خير وسعادة ورزق علينا كلنا، وإن شاء الله حضراتكم تسعدوا معنا بكل لحظة في 10 الصبح في الأهلي. عايزين بس نبدأ بحاجة بقى، يعني الفكرة إحنا غيرنا الاستوديو، وده يعني كنوع طبعا من التجديد، ولكن برضو حابين إن إحنا المضمون كمان يتغير. ده اللي إحنا اشتغلنا عليه الفترة اللي فاتت كلنا كفريق، ولكن برضو بما إن إحنا، ولو حضراتكم فاكرين أول حلقة كنا معاكم اتكلمنا إن أنتوا جزء معانا من البرنامج، فعشان كده إحنا بنسألكم في أول حلقة في الموسم الجديد، ابعتوا لنا على صفحة قناة الأهلي إيه اللي أنتوا حابين تشوفوه من خلال برنامج 10 الصبح في الأهلي، إيه الفقرات اللي حابين إن إحنا نضيفها، مين الضيوف اللي حابين إن هم يكونوا معانا، ايه الاخبار او الشخصيات الرياضيه اللي هماكم، يعني ابعتوا لنا، وفعلا كل اللي هيتباع ده هيتم مناقشته وافكار، يعني احنا محتاجين افكار حضراتكم، محتاجين مشاركه حضراتكم، فبالتالي ده مهم جدا يا كريم. اكيد مفيش شك. وبالمناسبه الجدير بالذكر كمان يا حضرات ان احنا يعني ايه حاسين بامتنان كبير جدا، انا ونهواند كنا بنتكلم من شويه في التفصيله دي قبل ما نظهر لكم على الهواء، ان احنا طوال الاسبوع او قولوا 8 9 ايام اللي فاتوا كميات كبيره جدا من الناس، كانت كل من قابلهم في حته، كل واحد فينا على حده، الكل بيسال الله وانتوا فين يا جماعه، وعشرة الصبح فين، الاهلي فين، فالحمد لله هو عود احمد زي ما بيقولوا، وان شاء الله حضراتكم تسعدوا معانا. وطبعا كالعاده احنا دايما بنسعى ان احنا نكون عند حسن ظن كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم، وحريصين ان احنا نتكلم وننقل لحضراتكم صوره كافيه ووافيه عن كل تفاصيل النادي الاهلي بكل رياضاته المختلفه، والى جانب طبعا كلامنا عن الرياضه بشكلها العام، واكيد تشجيع الكل على ممارستها، دي برضو حاجه مهمه جدا وتهمنا جدا في 10 الصبح في الاهلي. كويس جدا. تعال بس قبل ما نبدا كده ونخش على الاخبار المختلفه، انا حابه يعني اشارك معاك موضوع اللي هي فكره هنا ان عام جديد دايما الناس بتدخل سنه جديده تقول لك يا رب تبقى سنه حلوه. انا من وجهه نظري معرفش، بشوف ان مفيش حاجه اسمها سنه حلوه وسنه وحشه، في حاجه اسمها انا حاطط لنفسي بلان ازاي السنه دي، ايه الاحلام او ايه الخطط اللي انا حطاها لنفسي، يعني لان خلي بالك من حاجه، هو مفيش حاجه اسمها انا داخله فانا محظوظ في السنه دي، ولا برجك بيقول ان السنه دي مش حلوه فالحظ معاك مش هيبقى يعني موجود، لا الكلام ده انا مش مقتنع بيه بصراحه. فانا بحس ان احنا مع بدايه عام جديد لازم يكون عندنا خطط، لازم تكون عارف انت خلال السنه دي وهتخرج منها محقق ايه بالظبط على الارض، ولما اكون كمان حاطه النقط او الاحلام بتاعتي لازم ابقى عامله الخطه عشان اوصل لده ازاي. فانا بشوف ان دي فرصه كويسه جدا ان احنا نبدا ونبتدي نرسم لنفسنا خطه معينه، نبتدي نشوف ايه اللي احنا عايزين نحققه خلال السنه دي، وان شاء الله ده يحصل، ونيجي بقى آخر يوم في السنة صحيح. نشوف إيه اللي حصل وإيه اللي ما حصلش فعلا. صحيح. يعني طيب نبتدي بقى نتكلم مع حضراتكم عن فقرات حلقتنا النهارده. ان شاء الله هيكون معانا كالعاده في الجزء الثاني من الحلقه بيكون عندنا فقرتين حواريتين، الفقره الاولى هتكون عن اخر بطوله حققها لعيب في النادي الاهلي في اخر يوم من ايام 2021، وهم طبعا ابطال العاب القوى اللي حققوا بطوله الجمهوريه من ساعات تقريبا. وكمان في فقرتنا الثانيه هتكون فقره نوستالجيا، وهينورنا من خلالها نجم من نجوم النادي الاهلي السابقين، يعني ابو الناشئين كما هو معروف، كابتن فتحي نصير، اللي ان شاء الله حضراتكم سعدوا بلقائنا معاه. كابتن فتحي من الناس الجميله جدا والشخصيات كمان على المستوى الشخصي اللطيفه قوي، وتحب تسمع لانه سرده للمواضيع كمان كده تحس حكايه بتتحكي، فانت تحب ان انت تسمع طبعا، واهم حاجه النوستالجيا ونرجع بالذكريات لهذا الجيل اللي فعلا عظيم. نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي ونبدا تحديات الأهلي وأحلامه كمان وجماهيره 2022 اللي بنقول إن هي مليئة ببطولات، وكالعادة طبعا الفريق دايما بيلعب على الألقاب يعني واعتلاء مناصب أو منصات التتويج زي ما احنا معودنا. هنبدأ تحديات أول حاجة السنة دي بمونديال الأندية زي ما حضراتكم عارفين اللي هيكون في فبراير القادم بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا، وبالتأكيد احنا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا وإن هو كمان يقدر يتوج باللقب يعني الغايب من 2010 للأسف الشديد. ده بعد ما بنتكلم بقى على طول إن للأسف هيتضارب الموعد كمان مع موعد كأس العالم للأندية. على كل حال احنا
بنحاول طبعا نشوف حل ده، وكلمنا في ده يمكن اخر السنه اللي فاتت برضو. صحيح. في الحلقات الاخيره هنشوف ايه اللي هيحصل، ان هي المفروض هتخلص البطوله يوم 6 فبراير والمونديال لغايه دلوقتي مفيش كلام مختلف، المؤكد ان هو هيبدا يوم 3 فبراير، فاعتقد امر غير منطقي شويه الى حد كبير. ونرجع تاني لتحديات برضو الاهلي، احنا كمان عندنا دوري وكاس وسوبر ودوري ابطال، فعام مليء يعني زي ما بيتقال كده عام 22 هو عام مليء بالبطولات، لكن احنا بنتمنى ان شاء الله البطولات دي تكون لصالح النادي الاهلي، فان شاء الله خير. هو هيكون عام مليء بالبطولات، وبالتالي هيكون برضو كالعاده لعيبه النادي الاهلي الدوليين بصفه خاصه هيكونوا مضغوطين جدا جدا جدا، لان هم يعني يعني الموضوع بقى بصوا حضراتكم بالترتيب كده، هيلعبوا مع منتخباتهم وبعد كده يرجعوا لمونديال الانديه وبعد كده الدوري وبعديها المباراه الفاصله المؤهله لكاس العالم 2022 ثم عوده للدوري والمسابقات المحليه طبعا، يعني الى جانب دوري ابطال افريقيا اللي كلنا بنتمنى ان احنا نحققه، يعني ونحقق لقبه للموسم الثالث ان شاء الله على التوالي لكذا سبب الحقيقه. اولا لان احنا بنلعب دايما على ان احنا نحصل على الالقاب، ناخد المركز الاول. ثانيا عايزين كمان نعمل يعني رقم قياسي بهذا اللقب، وثالثا نقرب الى حد ما من عدد البطولات القاريه لريال مدريد صاحب ال 26 لقب حتى هذه اللحظه، احنا بقينا 24 بعد السوبر الافريقي طبعا الاخير، وده عشان نرجع تاني للقب الاكثر تتويجا بالالقاب القاريه على مستوى العالم. والجماهير طبعا الاهلاويه عارفه كويس قوي بهذا الكلام، ومتاكده انه برغم الضغوطات في كل المباريات المتتابعه والمتلاحقه، لكن هم كلهم ثقه في لعيبه النادي الاهلي اللي ان شاء الله هيكونوا كالعاده قد المسؤوليه. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي واللعيبه اللي دايما بيشرفونا بصراحه. هيبقى موسم صعب جدا زي ما احنا كنا بنقول لحضراتكم زي ما شفتوا دلوقتي في هذا التقرير، لكن احنا واثقين في النادي وفي اللعيبه وفي الجهاز الفني وفي مجلس الاداره، ان شاء الله يبقى او تبقى سنه سعيده كده وزي ما كل سنه بنقول يعني ان شاء الله ونفرح كلنا. وكمان قصه الجماهير، انا عايزه اقف عند قصه الجماهير شويه كريم، لان بجد مش عايزه اقول بقى بس جماهير النادي الاهلي، لا عايزه اقول جماهير كمان قناه الاهلي بجد، اللي احنا بنسعد كل ما بنقابل حد يكون اهلاوي وبيتابع تحديدا 10 الصبح في الاهلي. عايز اقول لك الفتره اللي فاتت بجد بجد انا يعني ما كنتش متخيله كم الناس اللي هتسال على البرنامج بهذا الشكل، لك عايزين يطمنوا هو انتوا اجازه ولا حاجه حصلت، لا انتوا لازم ترجعوا، يعني بجد الكلام ده كتير بيفرق. يعني انا عايز اقول لك بقى على تفصيله في نفس الاطار اللي بتتكلمي فيه، من الحاجات اللي اسعدتني جدا 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 في الفتره الاخيره، مش بس فتره التوقف للامانه، انا كتير جدا يعني انا وند يعني بتكعبل في ناس يتكلموا معايا عن البرنامج وفي الاخر الكلام يقولوا ايه على فكره احنا زملكاويه بس احنا بنتابع البرنامج. صح. فبنبسط جدا، ما عندكيش فكره الحكايه دي بتبسطنا الى اي درجه، وطبعا دي حاجه تسعدنا كلنا مش بس كقائمين او كاسره العمل في هذا البرنامج بصفه خاصه، لا كل الناس كل من هو من منسوبي قناه النادي الاهلي بشكل عام، اكيد دي حاجه تسعدنا وتشرفنا، ونتمنى نكون عند حسن ظن كل اهلاوي وغير اهلاوي. وده ان دل على حاجه يدل على نجاحنا يعني. الحمد لله الحمد لله يعني رب العالمين فعلا يعني قايمه بدور عظيم جدا. على كل حال بقى خلينا نروح دلوقتي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية، لأن امبارح كابتن محمود الخطيب كان عقد اجتماع تنسيقي مع شركة الأهلي للخدمات بحضور مهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ويحيى راشد رئيس مجلس إدارة الشركة ونسمة طاحون المدير التنفيذي للشركة، وناقش هناك في هذا الاجتماع برنامج عمل شركة الأهلي للخدمات الرياضية خلال العام بقى الجديد، والملف المالي كمان والاستثماري للشركة وبرامج عملها بما يلبي طبعا احتياجات النادي وفرق الرياضية. هنا بنتكلم على كافة المستويات. ناقش كمان كابتن الخطيب ما تقوم به الشركة بشأن إمكانية توفير رحلات جماهيرية لطبعا الوقوف مع فريق الكرة، وتحديدا بداية كمان المنافسات في بطولة كأس العالم للأندية اللي هتقام زي ما حضراتكم عارفين طبعا بالإمارات، وأعتقد دي نقطة مهمة جدا كمان وهتفرح جماهير الأهلي زي ما كنا بنتكلم. والمناسبة كمان شركة الأهلي للخدمات الرياضية بتعقد اجتماعات دورية منتظمة، ده هيكون كمان خلال الفترة الحالية والقادمة لتوفير كل الاحتياجات للفرق الرياضية، فضلا طبعا عن توفير رحلات كمان مناسبة للأعضاء والجماهير. فلو اتكلمنا لا في شغل على الأرض في الفترة كمان اللي جاية هيبان، يعني دايما بنقول الرد على الأرض أو الشغل على الأرض، فأعتقد ده الفترة اللي جاية هيبان بشكل كبير. نروح بقى لأخبار منتخبنا. النهاردة إن شاء الله بيعقد كارلوس كيروش مؤتمر صحفي في بداية المعسكر المغلق للفريق
الفريق استعدادا طبعا للمشاركه في نهائيات بطوله الامم الافريقيه، كمان المنتخب يعني جهز خطه طبيه لمواجهه تفشي فيروس كورونا بمتحوره الجديد اوميكرون، طبعا حفاظا على سلامه بعثه الفريق المتجهه الى الكاميرون يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. خضع حتى الان اعضاء المنتخب الى مسحتين، كمان هيعملوا مسحه جديده قبل ما يسافروا مباشره، بالاضافه طبعا لكل المساحات اللي هتجرى لكل لاعب من المحترفين في الخارج وقبل الانضمام الى المعسكر. شدد الجهاز الطبي للمنتخب على تطبيق الاجراءات الاحترازيه داخل المعسكر مع منع الاختلاط تماما، بعزل طبعا البعثه طبيا خلال معسكرها في القاهره وكمان طوال مده اقامتها في الكاميرون. طبعا كل ده بسبب زي ما حضراتكم اكيد عارفين بقى الاوضاع غير المستقره اللي بيعيشها العالم كله بسبب متحور كورونا الجديد، واللي بنتمنى ان شاء الله ان مع يعني بدايات 2022 نبتدي نسمع اي اخبار حلوه في هذا الاطار. وامبارح بالمناسبه يعني كان في كده خبر اتمنى يكون خبر دقيق وصحيح، ان مجموعه من العلماء اكتشفوا تقدري تقولي حددوا الاجساد او الاجسام المضاده اللي هتكون مسؤوله عن تحييد اوميكرون. ده بقى هيبتدي يعني هيطلع فاكسين برضو للاوميكرون، هنقعد كل شويه فاكسين. يقال ان هيبقى فيه فاكسين وافي يعني شامل الكل. ما احنا خلاص بقى، ما احنا بقى لنا السنه الثالثه يا ست الكل، موضوع صعب، مش عارف الموضوع طول قوي. بص من يعني انا من الشخصيات دايما انت عارف انا متفائله دايما في حياتي يعني، بس من ناحيه كورونا والحاجات دي انا مش متفائله خالص يعني. الله اعلم، بس نتمنى اكيد ان الموضوع يعني ينتهي قريبا، لان اصبح غريب جدا، وفكره كل شويه برضو فاكسين يطلع جديد، الموضوع شويه برضو عليه علامات استفهام للبعض يعني، ناس برضو مقلقه، ومش بس بتكلم في مصر، لا ده في العالم. فعلى كل حال ان شاء الله خير يا رب. بس الموضوع بقى صعب من ناحيه اخرى. طبعا احنا هنروح دلوقتي نتابع درجات الحراره ونعرف الفتره اللي جايه كمان، لان اكيد الفتره اللي فاتت كان الجو برد جدا وناس كتيره جالها ادوار برد اصلا. بس النقطه ان انت بقيت خايف حتى من دور البرد طبعا. يعني الواحد بقى يخاف يقول للناس او لاهله انه عنده برد، بنخبي ولو قفشوك يقول انت بتعتصم، ونخاف نكح قدام حد قليل اللي فاهم غلط. فالموضوع بقى صعب. طيب اكيد بنبقى محتاجين برضو نعرف بعض التفاصيل. معانا على التليفون دكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. يا دكتور منار صباح الخير على حضرتك. طبعا في البدايه صباح الخير على حضرتك استاذه نهوان، وصباح الخير كمان على استاذ كريم، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. ويمكن ما اعرفش سمعتينا من شويه، احنا كنا بنتكلم عن طبعا يعني متحور ماكرون اسمه ايه؟ اوميكرون. اوميكرون ماكرون ده حد تاني. صباح الخير. اوميكرون والكوفيد وفكره السلسله المستمره، يعني احنا عايزين نعرف امتى يعني ممكن ان الواحد ان هو حتى برضو لما يجي له برد يميز، نعرف ان درجات الحراره الفتره اللي جايه برضو من حضرتك عشان نطمن، لان ادوار البرد الفتره اللي فاتت معرفش حضرتك عندك معلومه كانت كتيره جدا، والناس كانت مقلقه هل ده المتحور الجديد ولا ده دور برد عادي ولا ده كوفيد. يعني خلينا نطمن الناس في يعني مع حضرتك برضو عن الطقس والفتره القادمه هيبقى شكلها ازاي. اتفضلي يا فندم. هو احنا من الخميس الماضي والى اليوم بنشهد حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه مستمره معانا اليوم. وخلينا بس اقول ان احنا حاله عدم الاستقرار اللي بدات من الخميس كانت كميات الامطار بتختلف من يوم ليوم ومن منطقه لمنطقه. احنا امبارح كلنا شهدنا او شفنا سقوط الامطار اللي كانت متوسطه وغزيره على شمال الصعيد وتحديدا اسيوط والمنيا وسوهاج، كمان امطار الغردقه اللي كانت امطار مصاحبه بحبات البرد، وكمان الامطار في سيناء وادت سقوط الامطار، والطبيعه الجبليه اللي كانت موجوده في سيناء طبعا تشكل بعض السيول. اليوم مستمرين طبعا في حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، بس اكثر المناطق اللي اثر فيها هي طبعا المناطق الشماليه من البلاد زي المناطق المطله على البحر المتوسط، مطروح والاسكندريه، بورسعيد، رفح، العريش، ايضا البحيره وكفر الشيخ والدقهليه. دي كلها متاثر اليوم بسقوط امطار متوسطه وكمان هتكون رعديه. طبعا الامطار بتسقط الان على محافظه مطروح. ايضا اليوم مع تقدم ساعات اليوم ان شاء الله متوقع في فرص لسقوط الامطار على بعض المناطق من القاهره الكبرى، وكمان طبعا مناطق من مدن القناه، لكن امطار القاهره الكبرى هي امطار خفيفه جدا مش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه. لكن حاله عدم الاستقرار اكثر المناطق متاثره بيها هي طبعا زي ما قلنا المناطق الشماليه من البلاد، السواحل الشماليه وبعض المناطق طبعا من الوجه البحري. ايضا كمان اليوم مستمرين او شفنا وجود الشبوره المائيه اللي كانت كثيفه على الطرق وادت لاغلاق بعض الطرق زي طريق الصحراوي، طريق الاسكندريه الزراعي او الطريق الصحراوي، ادت لاغلاق هذا الطريق. مستمر معانا الايام القادمه برضو وجود الشبوره المائيه واللي هتكون كثيفه خلال الايام القادمه. طقس اليوم خلال ساعات النهار كلنا متشائمين، هو مائل للبروده خلال ساعات النهار،
خلال ساعات الليل بيكون شديد البرودة. يعني متوقع أن حالة عدم الاستقرار دي تنتهي غدا إن شاء الله، هيكون من غدا هنبدأ نشهد استقرار في الأحوال الجوية، هنبدأ في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، هتنحصر فرص سقوط الأمطار فقط على السواحل الشمالية، ودي أمطار إحنا معتادين عليها دايما في فصل الشتاء. طيب كويس جدا، احنا على كل حال هنتابع مع حضرتك، لان تحديدا كمان الاسبوع الجاي مفروض هيبقى فيه عوده بقى للتلاميذ للمدارس، فمهم جدا ان احنا برضو نطمن من حضرتك، لان برضو في اهالي بيبقوا مقلقين انا اودي ولادي المدرسه ولا لا، هيبقى فيه طقس سيء ولا لا، فان شاء الله هنتابع معاكي برضو يا دكتور. شكرا ليكي جدا، شكرا. مشكله الحكايه دي، وعارفه كمان من ضمن تفاصيل المشكله ايه؟ الشبوره. الشبوره مشكله كبيره جدا لكل الناس اللي عندهم مثلا مواعيد شغلهم بتتخليهم ينزلوا، وخصوصا على الطرق السريعه الصباح المبكر بتبقى الشبوره صعبه جدا، فكل لازم يعني ياخد باله بشكل استثنائي. في ناس بتبقى عايشه في محافظه وبتشتغل في محافظه ثانيه، فده بيأثر بشكل كبير، فيعني ربنا يسلم ان شاء الله. طيب احنا فاصل ليه لا؟ فاصل سريع ونرجع نكمل. بنجدد التحية والترحيب مرة تانية بكل حضراتكم في أول حلقة من 10 الصبح في الأهلي في السنة الجديدة 2022. تعالوا بقى نروح على السريع عشان نتابع آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرقه المختلفة وأنشطته المختلفة مع زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم، هي موجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. هنا صباح الخير عليكي، وكل سنة وأنت طيبة، سنة سعيدة عليكي وعلى كل أهل بيتك يا رب، وتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني أول حلقة لعشرة الصبح في الأهلي في عام 2022، في البداية طبعا بقول لكم يا نهاندو يا كريم حمد لله على السلامة، نورتوا شاشة قناة النادي الأهلي من جديد بطاقتكم الإيجابية. قبل ما أبدأ فقرة أخبار النادي حابة أقول لكل مشاهدي قناة الأهلي كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة العام الجديد، يعني عام 2021 كان مليء بالانتصارات والإنجازات للنادي الأهلي، إن شاء الله كمان عام 2022 هيكون مليء بالأرقام القياسية، ويفضل دايما النادي الأهلي رقم واحد ويفضل مجمعنا على حبه والانتماء ليه. خلونا بقى دلوقتي نبدأ بأخبار الفرق الرياضية ونبدأ بكرة القدم. طبعا رجال كرة القدم مستمرين في الراحة السلبية من التدريبات اللي كان منحها الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني بعد مباراة فيوتشر. الفريق هيستأنف تدريباته يوم 4 يناير، لكن بمشاركة اللاعبين اللي لم يشاركوا في ضغط المباريات. المران هيكون بقيادة كابتن سامي قمصان المدرب العام. باقي اللاعبين هينضموا للتدريبات الجماعيه يوم 8 يناير، هيكون طبعا بقياده مستر بيتسو موسيماني، وهيبداوا بقى الاستعدادات لكاس العالم للانديه اللي هيكون الشهر القادم. يعني خليني اقول لكم ان كل الاهلاويه سقف طموحاتهم عالي، يمكن هما بيطالبوا اللاعبين والجهاز الفني بالحصول على كاس العالم للانديه، ويمكن النادي الاهلي عودنا دايما انه مفيش مستحيل. خلونا بقى نروح لناشئين كرة القدم، يعني هم بيبدأوا السنة الجديدة بالفوز، سواء فريق 2007 قدر يحقق فوز على فريق طلائع الجيش برباعية نظيفة، ده طبعا ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الجمهورية، وبكده يكون رفع نقاطه فريق 2007 ل 38 نقطة. كمان فريق 2005 قدر يحقق فوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الجمهورية، وبكده يكون رفع نقاطه ل 30 نقطة، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم. خلونا بقى دلوقتي نروح للألعاب الأخرى ونبدأ بكرة السلة. رجال كرة السلة مستمرين في تدريباتهم، يعني أنهوا الجولة الأولى من بطولة دوري السوبر يوم الجمعة الماضي، الجولة الثانية هيبدأوها يوم 8/1 وهتكون أمام سبورتنج، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، هم أبطال منطقة القاهرة، أبطال العرب، كمان أبطال دوري المرتبط، وإن شاء الله قريبا جدا يكونوا أبطال دوري السوبر. أما عن ناشئات سلة 16 سنة فهم بيتوجوا ببطولة منطقة القاهرة، ده بعد الفوز على فريق الزهور بنتيجة 62-43. يعني لو كلمنا عن المباراة، الحقيقة أن المباراة شهدت تألق كبير جدا من ناشئات كرة السلة، كان في سيطرة منهم طوال المباراة، بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق وإن شاء الله يكملوا بنفس المستوى.
نروح بقى للعبة كرة الطايرة. سيدات كرة الطايرة بيواصلوا تدريباتهم النهاردة، هيكون عندهم تدريب الساعة 5:30 مساء هنا على صالة النادي الأهلي استعدادا لمباراة غدا. المباراة هتكون أمام فريق سبورتينج الساعة 4 العصر ضمن منافسات بطولة الدوري، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلوني أقول لكل مشاهدينا أنه تم تأجيل مباراة سيدات ورجال كرة الطايرة اللي كانت يوم الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية، يعني سيدات كرة الطايرة كانوا هيواجهوا فريق سموحة والماسترز أو رجال كرة الطايرة كانوا هيواجهوا فريق اسكندرية للبترول. تم تأجيل المباريات زي ما قلت لآخر الجدول، لكن لسه لم يتم تحديد موعد المباريات. كمان الحقيقة بنات وشباب كرة الطايرة عاملين أداء كبير جدا في بطولة الجمهورية، ماشيين بخطة ثابتة جدا، يعني حقق بنات الطايرة 18 سنة فوز على صيد القطامية بنتيجة 3-0، وأيضا شباب كرة الطايرة 19 سنة قدروا يحققوا فوز على فريق الطيران بنتيجة 3-0، إن شاء الله يكملوا بنفس الأداء ويحققوا بطولة الجمهورية. اخيرا بقى خلونا نروح للعبه كره اليد. سيدات كره اليد بيحققوا فوز على فريق الشمس بنتيجه 27-21 من منافسات بطوله الدوري، يعني الحقيقه المباراه شهدت نديه كبيره جدا من الفريقين. فريق الشمس هو اكبر منافس لسيدات كره اليد بالنادي الاهلي، لكن خبره سيدات كره اليد قدرت تحسم المباراه لصالحهم. يعني لو كلمنا اكتر عن المباراه، الشوط الاول انتهى بنتيجه 13-11، لكن في الشوط الثاني قدروا سيدات كره اليد يوسعوا السكور وينهوا المباراة بنتيجة 27-21، وبكده يكونوا أنهوا الدور الأول من بطولة الدوري في صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة. إن شاء الله يكملوا بنفس المستوى ويختموا بطولة الدوري وهم متواجين بيه، وكمان يتوجوا بجميع البطولات. يعني دي كانت أبرز الأخبار وكمان أخبار الفرق الرياضية من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. قبل ما أختم كلامي بس حابة أقول لزميلتي العزيزة جدا مريم سميح حمد الله على السلامة، يعني كلنا كنا مفتقدينك يا مريم، والآن العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. نشكر الجزير الشكر زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم، وكل سنة وانت طيبة. شكرا لك يا هنا جدا، وزي ما انت دلوقتي كنت بترحبي بمريم، احنا حابين كمان طبعا نرحب بمريم زميلتنا العزيزة جدا الموجودة دلوقتي في جريدة الوطن عشان نتابع معها أهم الأخبار في الصحف والمواقع المختلفة، ومعها لقاء مع الأستاذ محمد يحيى رئيس القسم الرياضي في جريدة الوطن. مريم صباح الفل والخير عليكي، ونورتي مكانك مرة تانية وحشتينا فعلا، واحنا سامعينك طبعا وانت معاكي أخبار كتير مهمة جدا سواء خاصة عن الدوري الإنجليزي أو المنتخب أو محمد صلاح. تفضل يا مريم. بصبح عليك يا نهواند، بصبح عليك يا كريم، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا بصبح على زميلتي العزيزة هنا أبو القاسم، بشكركم جدا الله يسلمكم طبعا، وحب أشكركم بشكل خاص يا نهواند ويا كريم يمكن على وجودكم جنبي طوال الفترة الماضية، وطبعا عايزة أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي طيبين وبخير. إن شاء الله يكون عام مليء بالسعادة والخير، وإن شاء الله كمان يكون عام 2022 يعني يكون هو من حظ الأهلي ويكون مليء بالبطولات والألقاب للنادي الأهلي كالعادة. أول جولة صحفية في العام الجديد من داخل صالة تحرير جريدة الوطن، زي ما أنت قلتي طبعا يا هواندا هيكون معايا أو بصحبتي في هذه الجولة الأستاذ محمد يحيى رئيس قسم رياضة بجريدة الوطن. ولكن خلينا نقول الأول العناوين اللي هتكون معانا النهاردة. العنوان الأول من المساء الرياضي، كراش يبدأ الجد في معسكر الفراعنة، ومن موقع الوطن سبورت، طبيب منتخب بعد إصابة كلوب بكورونا، محمد صلاح بخير وجاهز لأمم إفريقيا، ومن موقع اليوم السابع قبل سيطرة الفراعنة، تاريخ استحواذ غانا على كل ألقاب أمم إفريقيا، وأخيرا العنوان اللي هيكون معانا النهاردة في جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط، مانشستر سيتي يتخطى أرسنال ويواصل تحليقه في الصدارة. طبعا هنتناقش في كل هذه العناوين مع ضيفنا العزيز جدا الأستاذ محمد يحيى رئيس قسم رياضة بجريدة الوطن. صباح عليك في البداية، كل سنة طيب، إن شاء الله يكون عام جديد وسعيد عليك ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، واهلا بيكم، منورين دايما، وصباح الخير على كل مشاهدين قناه الاهلي. خلينا في البداية أستاذ محمد يعني نتكلم النهاردة، يمكن السيطرة أو الاستحواذ هو عناوين المنتخب، وطبعا تصفيات أفريقيا اللي هتبدأ إن شاء الله في الكاميرون يوم 9 يناير اللي جاري وهتنتهي يوم 6 فبراير. لو هنتكلم عن انطلاق معسكر المنتخب يعني النهاردة طبعا وانضمام المحترفين أيضا، يمكن كراش كنا شايفين حسابات خلال الفترة الماضية، هل يمكن تتغير الحسابات دي خلال الفترة المقبلة؟ وإن شاء الله بكرة كمان هينضم محمد صلاح وتريزيجيه بعد انضمام النهارده المحترفين احمد حجازي ومصطفى محمد والنني.
يعني في البداية معسكر منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية بدأ الأول 3 أيام كان معسكر مفتوح، النهاردة هيبدأ المعسكر المغلق، واللعيبة المحترفين إن شاء الله ينضموا. مرموش يمكن ينضم أول واحد أول امبارح للمعسكر، والنهاردة هيكتمل بعض اللاعبين، وبكرة إن شاء الله محمد صلاح وتريزيجيه والنني يكونوا موجودين مع المنتخب الوطني. طبعا المنتخب المهمة مش سهلة قدام أو في كأس الأمم الأفريقية، والبداية هتكون صعبة قدام منتخب نيجيريا. بنتمنى الحفاظ على القوام الأساسي لمنتخب مصر، ربنا يحفظهم، بس بعيدا عن الإصابات سواء بقى كورونا أو غيرها، لأن شايفين منتخبات كتير بتعلن دلوقتي إن عدد من اللاعبين أصيبوا. الكاميرون عندها 4 لاعبين، الجزائر عندها 3 لاعبين، شفنا بدر بنون مع منتخب المغرب تعرض لإصابة بفيروس كورونا. فطبعا بنتمنى ربنا يحفظ لاعبتنا، ده على المستوى الطبي. على المستوى الطبي كمان برضو نكمل عمرو السولية، يمكن في تفاؤل كبير بأن عمرو السولية يقدر إن هو يكون موجود في المباراة الأولى قدام نيجيريا، ويمكن دي مفاجأة كانت لكارلوس كيروش نفسه، إن الجهاز الطبي بيأكد له سرعة استجابة عمرو السولية للعلاج والجلسات العلاجية. يمكن السولية نفسه بيعمل جهود كبيرة جدا عشان يلحق يكون موجود مع المنتخب الوطني إن شاء الله في كأس الأمم الأفريقية، فيمكن دي على الناحية الطبية. على الناحية الفنية طبعا كيروش بيحاول بقى يبدأ يشتغل مع المجموعة اللي معاه. يمكن الغريب ان هو ما نزلش الثلاثة اللي ضمهم مؤخرا التدريبات، اللي هم يعني مروان حمدي ومحمد حمدي، وطبعا كل اللعيبه دي ما نزلتش التدريبات دلوقتي، ومخليهم يعني هو مش عاوز يعمل زحمه في الملعب، عايز 25 لاعب بس جوه الملعب مش 28 حتى. هو اضاف 3 لاعبين للقائمه عشان بس لو احتاج حد منهم في اثناء السفر ان هو يستدعيه، ولكن ال 25 بس هم اللي بيتدربوا معاه عشان هو عاوز يقلل عدد اللاعبين اللي جوه الملعب. يمكن فنيا منتخب مصر محتاج شويه تطور لان وانسجام، لان اللعيبه المحترفين ما كانوش موجودين مع اللعيبه الموجوده كانت في كاس العرب، فبالتالي هيحتاج بعض الوقت للانسجام، ويمكن ده موجود ان شاء الله نقدر يقدر منتخب مصر يوصل له قبل اول مباراه قدام منتخب نيجيريا اللي هتبقى يوم 11 ان شاء الله. لو هنتكلم عن إصابة يورجن كلوب طبعا المدير الفني لليفربول، وفكرة ان كان في يمكن ارباك للحسابات بعض الشيء عقب بالإعلان عن هذه الإصابة، كان ممكن يحصل ايه لو لا قدر الله محمد صلاح مش هينضم للمنتخب المعسكر الوطني غدا؟ بص، هو مبدئيا هو لسه ليفربول ما اعلنش الثلاثه، هو في 3 لاعبين مصابين في ليفربول عندهم فيروس كورونا، مش هيلعبوا مباراه تشيلسي المفروض النهارده، وبالاضافه كمان ليورجن كلوب. ولكن التاكيدات كلها من حتى الجهاز الطبي لمنتخب مصر اللي طبعا تواصل مع محمد صلاح للاطمئنان عليه، ان محمد صلاح مش من ال3 لاعبين اللي عندهم فيروس كورونا. في اشاعات بتتكلم على اليسون بيكر، في اشاعات بتتكلم على فيرمينيو، ولكن حتى الاسم الثالث لم يتم التكهن به، ولكن كل التاكيدات ان محمد صلاح هيكون جاهز بالنسبه لمباراه تشيلسي النهارده، وبالتالي جاهز ان هو يكون مع منتخب مصر. والنني امبارح شفناه شارك في جزء من مباراه ارسنال ومانشستر سيتي، فبالتالي لاعبتنا الحمد لله صحيا كويسين، وان شاء الله يكونوا يقدروا يحافظوا على نفسهم، لان الواضح زي ما قلت لحضرتك في الاول ان الاصابات في تزايد، وان المنتخبات نفسها، لان حتى الاجراءات الاحترازيه بقت اقل. قبل كده لما كان مثلا الاهلي في كاس العالم للانديه كان في فقاعه طبيه، كانت البطوله كلها فقاعه طبيه، لما كانت كاس العالم للهاندبول في مصر هنا كان في فقاعه طبيه للحفاظ على اللعيبه وعلى الاجهزه الفنيه وعلى البطوله بشكل عام، ولكن ده دلوقتي مش موجود. هم معتمدين على الوعي اللي الناس اكتسبته واللعيبه والاجهزه الفنيه اكتسبته خلال الفتره اللي فاتت للحفاظ على نفسهم. بعض الناس تعرضت لاصابات، كان في احتفالات بالكريسماس واحتفالات بالنيو يير، فده يمكن عمل اختلاط شويه، فده تسبب في زياده الاصابات. شفنا اكتر من مباراه في الدوري الانجليزي نفسه بتتاجل بسبب زياده اصابات كورونا في بعض الفرق، فبالتالي بنتمنى السلامه للاعبتنا، وبنطمن الناس على محمد صلاح ان هو بنسبه كبيره الحمد لله مش ضمن الثلاثه اللي عندهم كورونا او مش مخالط ليورجن كلوب، وان شاء الله نطمن عليه اكتر النهارده الساعه 6:30 في مباراه تشيلسي وليفربول إن شاء الله. لو هنتكلم في تقرير مميز من اليوم السابع الحقيقة عن تاريخ استحواذ غانا على كل ألقاب أمم إفريقيا، ده طبعا قبل سيطرة الفراعنة، أو يمكن يعني يمكن مصر في المركز الأول ب7 ألقاب، يمكن لو كان آخرها عام 2010 كان قبلها برضو في عقد من الزمان، يعني كانت غانا مسيطرة بعض الشيء.
يعني يمكن بعد الرياضة المصرية أعتقد أن غانا ممكن تيجي، لأن غانا من المنتخبات الكبيرة جدا في أفريقيا ومن المنتخبات القوية، نجوم كبار جدا على مدار تاريخ غانا، أهمهم طبعا عبيدي بيليه واحد من اللعيبة المميزين جدا. فطبعا منتخب غانا ليه تاريخ كبير، ولكن في النهاية منتخب مصر هو الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأفريقية، 7 ألقاب. منتخب غانا بيجي في المرتبة الثانية، يمكن في قبل الحقبة بتاعة الكابتن حسن شحاتة في 2006 كنا متساويين مع غانا، وقعدنا فترة متساويين مع غانا. يمكن غانا على الرغم من امتلاكها لمجموعة مميزة من اللعيبة دايما، ولكن في الوقت الحالي مش قادرة ان هي توصل لتحقيق بطولة. حتى في 2010 لما كان عندهم الجيل التاريخي اللي حقق نتائج مميزة في كأس العالم، ولكن ما قدرش ان هو يحقق كأس الأمم الأفريقية مع أسموا جيان في ظل الجيل اللي كان موجود في منتخب مصر طبعا مع الكابتن حسن شحاتة. وحتى البطولة لما أقيمت 2008 في غانا نفسها ما قدرتش ان هي تحقق البطولة، وكانت السيطرة لمنتخب مصر. غانا تاريخ كبير، ولكن منتخب مصر في الفترة اللي هي اللي فاتت كان مسيطر بشكل أكبر، وقدر إن هو يوسع الفارق مع منتخب غانا عشان تبقى مصر 7 ألقاب وغانا 4 ألقاب. وإن شاء الله منتخب مصر يقدر إن هو يزود ده كمان في كأس الأمم الأفريقية اللي جاية لو ربنا وفقنا إن شاء الله، وقدرنا نفوز بالبطولة في الكاميرون. أخيرا لو هنتكلم سريعا عن البريمير ليج، وطبعا يعني مانشستر سيتي مقدم أداء يمكن أداء كبير جدا، ويعني فوز متتالي أو انتصارات متتالية في آخر 11 مباراة. ممكن نتكلم دلوقتي في حسابات البريمير ليج أنه مانشستر سيتي يكون هو الفائز بلقب الدوري؟ يعني هو بنسبة كبيرة مانشستر سيتي، لأنه هو الأكثر ثباتا والأكثر تحقيقا للفوز. بس برضو خلينا نقول إن الفارق مش كبير ما بينه وما بين ليفربول وتشيلسي، لسه قدامهم فرصة إن هم ينافسوا معاه على اللقب. لسه بدري، إحنا لسه بنتكلم في الجولة العشرين تقريبا، فبنتكلم لسه في 14 جولة ما نضمنش هيحصل فيهم إيه. لسه في لعيبة هتمشي هتروح كأس الأمم الأفريقية، ولعيبة هترجع، وفي ضغط مباريات لسه هيكون موجود عشان دي سنة كأس العالم برضو، فبالتالي هيبقى في ضغط مباريات، فهنشوف لسه هيحصل ايه. ولكن برضو خلينا نقول ان فرق زي ليفربول وتشيلسي ما ينفعش تطمن لهم، ولكن مانشستر سيتي فريق كبير، فريق قوي، جوارديولا عارف هو عاوز ايه، وصل للهدف بتاعه لحد دلوقتي. امبارح شايفينه في مباراه ارسنال بيقاتل لحد اخر دقيقه وقدر ان هو يكسب، فبالتالي بنتكلم على فريق عارف هدفه وعارف ان هو نازل ياخد الدوري الانجليزي، فما فيش هزار. بدليل ان مانشستر سيتي ما فيش نجم واحد هو نجم الفريق، موجود اكتر من لاعب مميز، دي برويني ومحرز وفودن، اكتر من لاعب مميز، ولكن في النهايه النجم بتاع الفريق هو الفريق نفسه. محدش يقدر حتى في الفانتزي، محدش بيقدر يحدد جوارديولا هيعتمد على مين، لان هو بيخلي بيوصل اللعيبه ان الاحتياطي زيه زي الاساسي، فبالتالي هنا بيبقى فريق مانشستر سيتي عنده اكتر من لاعب، حتى لو تعرض لقصه كورونا عنده بدله يقدروا جاهزين بنفس كفاءه اللاعب الاساسي اللي في الملعب يقدر يلعب بشكل كويس ويؤدي بشكل كويس، ويقدر يخليه يحافظ له على صدارته للدوري الانجليزي، ويمكن هي قصة الدوري في النفس الطويل، وده المتوفر عند مانشستر سيتي. أشكرك جدا أستاذة محمد يحيى رئيس قسم الرياضة بجريدة الوطن، نورتنا وشرفتنا، كل سنة طيب مرة تانية. طيبة، كل سنة طيبة ومنورين دايما، وإن شاء الله سنة سعيدة على كل الشعب المصري بإذن الله. شكرا ليك. دي طبعا كانت جولتنا الصحفية من داخل صالة التحرير جريدة الوطن، بشكركم جدا وبقول لكم مرة تانية كل سنة طيبين، وإن شاء الله يكون عام طبعا سعيد ومليان بكل الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. إن شاء الله يا مريم، وإحنا كمان نشكرك جدا على هذه التغطية، وبنشكر أكيد بالتالي ضيفك الكريم. شكرا لك. نروح بقى يا حضرات لابننا ونجمنا مصدر سعادتنا وبهجتنا اللي مصيطنا في كل المحافل الدولية، محمد صلاح نجم ليفربول اللي حصل على المركز الأول في تصويت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي لاختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج لعام 2021. الفرق الحقيقة كان كبير جدا بينه وبين أقرب منافسيه. حصد الفرعون المصري المركز الأول بنسبة 60% من إجمالي أصوات الجماهير، وبفارق كبير جدا عن أقرب منافسيه داكلين ريس نجم ويست هام يونايتد اللي جه في المركز الثاني ب 7% فقط من الأصوات.
ثم روبن دياز نجم مانشستر سيتي ب 6% من الأصوات. وبالمناسبة صلاح بيتصدر ترتيب يعني قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدف، متقدما بفارق 5 أهداف عن أقرب مطاردي زميله البرتغالي دييجو جوتا، فيما يأتي جيمي فاردي هداف ليستر سيتي في المركز الثالث وبرصيد 9 أهداف فقط. كالعادة محمد صلاح بيسجل يعني اسمه بحروف من نور في كتاب التاريخ، حاجة جميلة وعظيمة ومشرفة. طيب احنا كده الفقرة الأولى انتهت، بس احنا معانا خبر عاجل مهم جدا خليني برضو أقوله لحضراتكم. هو جه نصه كالتالي تحديدا: قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت يوم 26 نوفمبر الماضي، والمتضمن عدم إعلان فوز العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية وعرض أمره على الجمعية العمومية. وكان طبعا زي ما حضراتكم عارفين العمري فاروق قد أقام طعنه وتضامن معه النادي الأهلي، واللي كلف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بمتابعة الدعوة، وكان طلب العمري فاروق في طعنه إلغاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات وما ترتب طبعا عليه من آثار. وأعلن أيضا مجلس إدارة الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب عن انضمامه للعمري فاروق في دعواه وطلباته، ده طبعا احتراما وتقديرا لإدارة الجمعية العمومية اللي منحت العمري ثقتها بأكثر من 19,000 صوت. ده خبر عاجل كان مهم جدا ان احنا نقراه لحضراتكم. على كل حال كده الانترو بتاعنا او الفقرة الاولى الإخبارية انتهت. فاصل سريع وهنرجع مع حضراتكم الفقرة الثانية الحوارية بعد الفاصل. يا اهلا بكل حضراتكم في اول فقره حواريه في السنه الجديده، ودي الفقره اللي هنتكلم من خلالها ان شاء الله عن اخر بطولات وانجازات النادي الاهلي في 2021، وكانت في العاب القوى والتتويج ببطوله الجمهوريه. هنعرف كل التفاصيل مع عمر احمد وهو لاعب النادي الاهلي للالعاب القوى، وكمان منورانا جيلان سيد وفقي لاعبه النادي الاهلي للالعاب القوى. صباح الخير وكل سنه وانتم طيبين واهلا بيكم. صباح الاخبار. صباح الخير والف مبروك، يعني حاجه جميله جدا. نتكلم عن بطوله مش سهله اكيد وراها كواليس كتيره، بس خلينا في الاول نبدا يعني نعرف جمهور برضو الاهلي عنكم. يعني خلينا نبدا بجيلان، عرفينا الاول انت بتدرسي ايه وامتى ابتديتي واشمعنى العاب القوى، وبعد كده نروح لعمر. انا في ثانيه ثانوي، ابتديت من وانا صغيره جدا العب قوى، يعني من وانا عندي 5 سنين. والكابتن ايهاب عبد الرحمن بطل العالم، هو كابتن عبد النعيم، جم وقالوا لي تجربي العاب القوى وكده، فروحت ولقيت الموضوع جميل. كان اول بطوله ليا خدت فيها اول بطوله ليا. دي كان عندك كام سنه بقى؟ لعبت تحت 12 سنه، كان عندي بتاع 10 سنين اوكي كده. فدي كانت حاجه اول حاجه ليا. حلو جدا. وانت حابه كنت العاب القوه؟ يعني 5 سنين ابتديتي العاب قوه، ما كنتش فاهمه يعني ايه اصلا. صح. فدخلت كده. ومحدش عندك في البيت او من العيله بيلعبها؟ لان هي من الرياضات اللي مش دارجه قوي بالذات البنات يعني. ايوه ما كانش في حد بيلعبها. اوكي. هي غريبه بس حلو، يعني احنا مبسوطين ان ده حصل. انت دلوقتي بقيتي بطله وجايبه يعني بطوله كبيره، فحلو جدا. هنرجع طبعا تفاصيل اكتر، بس عمر برضو خلينا نعرف منك يعني ابتديت عندك كام سنه ودلوقتي بتدرس في ايه؟ لا انا بدات وانا كبير، بدات من 2 سنين تقريبا. الموضوع جه صدفه، يعني من انا كنت معروف ان انا سريع وكده في الكوره وبتاع، فروحنا وسالنا في الاتحاد بتاع العاب القوى، تواصلنا مع كابتن وائل وعملت تيست والحمد لله من اول مره. بتلعب 100 و200 متر؟ انا بلعب 100 و200. ده تخصصك يعني؟ سبرنتر يعني. اوكي جميل. طيب بس بدات من 2 سنين والحمد لله يعني. الحمد لله. طيب ملابسات بقى اخر بطوله اللي انتوا يعني اسعدتونا بان انتوا ختمتوا بيها السنه، يعني المنافسه فيها كانت عامله ازاي؟ اللقاءات ما بينك او منافسات بينك وبين الناس، ونفس الكلام بالنسبه لجيلان. جيلان انت بتلعبي رمح. انا فاهم كده مظبوط؟ طيب حلو. ملابسات اخر بطوله بقى بطوله الجمهوريه؟ لا المنافسات طبعا كانت صعبه ما بيننا وما بين النوادي الثانيه، كان الحمد لله يعني المنافسه كانت قويه بالذات يوم الجمعه عشان المطر وكده، فكان السباق نفسه صعب، الاجواء نفسها صعبه طبعا. والمنافسه ما بيننا وما بين اللعيبه طبعا كانت برضو قويه الحمد لله، بس وقدرنا نكسب. اقرب ناس كانوا يعني منافسين ليك كانوا من اي نوادي؟ الزمالك والاولمبي. الرينبي السكندري. تمام. دول كانوا اقرب منافسين في 100 وفي 200 برضه. وفي التتابع انا كان اقوى ناس بالنسبه لي واحده ثانيه معايا برضه من الاهلي.
طب كويس يعني العبريه في بيتها. لا بس ستيل العاب القوة مش من الرياضات اللي الاهالي بيختاروها لاولادهم يعني صح؟ طب معلش برضو عايز ارجع للنقطه دي، مين اللي اختار لك؟ انت قلتي مش انت اللي اخترتي العاب القوة. هو هم شافوني كنت انا بلعب هاندبول في ميه، فهم شافوني فحبوا يجوا فاقتحوا على بابا. فبابا طبعا انا مش فاهمه فوداني. بس انا اكتر كنت بتحبي الهاندبول ولا العاب القوة؟ بصراحه بحبهم هما الاثنين. الاثنين كنت حابه تكملي هاندبول ولا لا؟ صراحه. طيب خليني برضو اعرف منكم يا كريم، سالكم عن البطوله بس عايزين نعرف كواليس اكتر. يعني فكره هنا ان انا بحتفل بالبطوله كويس جدا، بس وراها كواليس، وراها تمرينات، وراها لازم يكون في توازن ما بين الدراسه، وراها دعم مع او اشخاص معينين سواء في البيت او خارج البيت. يعني في حاجات كتيره حابين برضو ان احنا نسمعها ونسمع جمهور الاهلي دلوقتي بيتفرج عليك. اتفضلي. هو اول حاجه طبعا التمرين كان قوي جدا، يعني في الجيم مثلا بناخد ساعه جيم وساعه فتنس في رمح. ده كل يوم؟ ها ده في ناس بتمرن الصبح وبالليل، خلي بالك. طبعا عشان يبقوا ابطال في الاخر. احنا الصبح بقى في المدرسه. ايوه ما بيبقاش فيه الصبح. فطبعا كان التمرين قوي جدا والبطوله نفسها كانت قويه جدا. يعني انا مش عارفه اقول ايه، بس هي كانت قويه فعلا، كانت تمرين كتير. من التفاصيل اللي قالتها نهاوند فكره، ودي نقطه برضو فعلا مهمه جدا، فكره ان انت تعرفي توازني ما بين الدراسه والتدريبات بتاعتك. وبعدين احنا بنتكلم على مستوى بطولات، يعني مش مجرد لاعبه تقليديه، لا ده انت بطله. فلازم تكوني ناجحه الى حد كبير في ان انت توزني ما بين الاثنين. ما فعلا بحاول، وفعلا الموضوع ماشي معايا كويس. يعني الصبح مثلا ممكن ابقى اذاكر او في المدرسه، واخر النهار كله للتمرين. يعني مظبطه نفسك تمام. طب وانت بالنسبه لك بقى؟ انا بالنسبه لي التمرين بتبقى خاصه شويه، يعني التمرين نفسه حتى لو البرنامج صغير بس الشده عندنا بتبقى قويه. والتوازن برضو بيبقى صعب بين الدراسه وما بين التمرين. التمرين عندنا برضو كل يوم، برضو بيبقى في تمرين عادي وفي جيم. بس اللي بيبان قدام اللي هو في السباق بيبان ان هو سهل، بس الكواليس طبعا بتبقى اصعب بكتير من اللي بيحصل في البطوله. لا وحياتك يعني. ولا السباق بيبان انه سهل، لا بالذات سباقات ال100 وال200 متر، يمكن ال100 بصفه خاصه يعني عشان هي مش بتتقسم، يعني هي بتتلعب كلها نفس القوه بالظبط من الستارت لحد الفينش، كله بنفس القوه. عشان كده يمكن التمارين برضو بتبقى صعبه او بتبقى قاسيه، علشان برضو كلها بتبقى نفس من اول ما بتبدا لحد ما بتخلص التمرين، انت بتجري بنفس قوتك، مفيش حاجه بتحاول تقسمها وكده، بالذات المسافات اللي هي بتاعت السرعه. اوكي. طب انا عايز اسالكم على حاجه مهمه جدا، فكره ان صناعه البطل اصلا دي في حد ذاتها في ناس او في دول بتشتغل عليها كملف. فانا لما اجي اقول انا عندي بطل، وتحديدا انا هتكلم عن الكيسز او يعني هتكلم عنكم، فدلوقتي انا لازم عشان ابقى بطل لازم بيكون سيبك يعني طبعا البالانس ما بين الدراسه والحياه وكل حاجه تمام، ولكن فكره هنا برضو لازم يكون معايا تيم كامل بيدعمني، من فكره كمان التغذيه، دكتور علاج طبيعي وغيره. انتوا وراكوا تيم يعني عرفونا برضو، وفي نفس الوقت النظام الغذائي اللي هو ماشيين عليه يعني، ولا الموضوع ملوش علاقه انتوا سايبينها؟ لا بالنسبه لي انا ماشي على نظام غذائي في الفتره الاخيره، يعني برضو ممكن يكون قاسي مع التمارين. وطبعا التيم كله بتاع الاهلي بيدعمني، اذا كان زمايلي او مدربي كابتن حفني او رئيس الجهاز كابتن ياسر داوود. واكيد حاطين تارجت على بطولات اكبر الفتره الجايه ان شاء الله، السنه اللي احنا بداناها فيها بطولات كتير دوليه، بجانب بقى البطولات اللي هي العاديه بتاعه الجمهوريه. وفي نفس الكلام يا جعلان معاكي برضه؟ هو نفس الكلام، بس هو موضوع مختلف شويه، عشان مثلا لما بتبقى في بطوله قربت احنا بنقطع حياتنا شويه كده، بنبقى كله زي معسكر بقى خلاص بالزبط. بيبقى كل حاجه ممنوعه، تركيز كامل في البطولة. حتى لو مثلا مش شرط نكون في مكان في معسكرين، لا هو حتى انا مع نفسي كده خلاص انا عندي بطوله لازم اركز. طب انا كنت عايزه اختمها على يعني التمارينات بتاعتكم عباره عن ايه؟ هي عباره عن فتنس. يعني في حاله الرمح مثلا ايه نوع التمرينات او التدريبات بتاعتك؟ احنا بنروح الملعب فتنس، ده فتره الاعداد بيبقى فتنس مفيش رمي، بعدين بنبتدي مثلا نخش واحده واحده نرمي، بعدين بعد ما نرمي خلصنا رمي نخش على الحديد. بيبقى الحديد طبعا لازم مثلا كل فتره تعمل تيست لنفسك مثلا عشان تزود اوزانك عشان تبقى قوي، عشان تعرف، عشان مش هينفع مثلا تعمل فيتنس من غير ما حديد مش هتستفيد حاجه. بس هو كده.
وعمر احنا فتره الاعداد بالنسبه لنا بتبقى برضو كلها حاجات تحمل لمسافات طويله، يعني حتى بتوع السبرنت بيبقوا مسافات طويله عشان التحمل، تحمل النفس يعني. لما بنخش بقى في فتره الاعداد الخاص كل واحد بيبتدي ياخد مسافاته، اللي بيلعب 100 و200 واللي بيلعب 400. بالنسبه لنا الموضوع بيبقى معظم حاجه بتبقى مسافات سبرنت تحمل لل100 ولل200، يعني ما بتزيدش عن ال250 متر 300. وازاي نطلع من على البلوك اللي هو في الستارت، بناخد الاحساس بتاع البطوله يعني، او ان احنا بننافس مع بعض المنافسين اللي في كل واحد في سنه طبعا. بنطلع مع بعض علشان ناخد جو البطوله. بس بص احنا يمكن في فيديو انت بتتكلم دلوقتي طبعا بنشوفه. وعلى فكره يا كريم هو فعلا ما بيبانش سهل. لا طبعا يعني لا هو عايز اقول لك ان انا اتفق مع كريم فعلا، لا ما تبانش سهله، لان في سرعه وفي تركيز والثانيه بتفرق في السباقات دي طبعا. اجزاء ده اخر سباق البطوله اللي هي اول امبارح. طب عايزه اتكلم معاكم شويه، لان احنا زي ما كريم كان بيقول في الانترو احنا ختمنا السنه ببطوله الجمهوريه، ولكن اكيد لسه في بقى بطولات جايه، فانتوا دلوقتي اللي جاي ايه وبتستعدوا له ازاي؟ هو اول حاجه اللي جاي في بطوله العايب تحت 20 سنه دي انا عايزه ادخلها، مع ان انا عندي 16 سنه بس انا عايزه ادخلها يعني عشان عايزه اجيب ميداليه بس فيه. متاح يعني تحت 20 متاح صح؟ وفي بطوله افريقيه تحت 18 هي غالبا هتبقى في شهر 4 أو 5، دي برضه انا عايزه اروح وانافس فيها على ميداليه مش مجرد ان انا اتاهل وخلاص. كويس جدا. وانت انا برضه بطوله افريقيا اللي في شهر 5 ان شاء الله نبقى مشاركين فيها وبننافس على ميداليه، وبطوله بطوله العالم في شهر 8 برضه، وبطوله العرب هتلعب في مصر طبعا لازم نمثل مصر فيها يعني وننافس على ميداليه كمان، وان شاء طبعا الله ناخد اول 3 مراكز. بس دول انا طلبت احنا شايفينه ده ايه معلش. انت شفت اللقطه اللي انا شفته ما صدقتش عيني للحظه، تخيلت ان حد تاني مش جاي لنا. لا وكمان كنت مصابه. كمان مصابه يابطة الخلفيه. لا حاجه عظمه عظمه. تعرف تعمل الكلام ولا تمنه ولا تمنه، بس اعرف اجري زي عمر. اي نعم مش بنفس سرعته طبعا، بس يعني ايه عندي الحته. عارف فكره عمر، انا من الناس اللي بتستمتع جدا بسباقات ال 100 متر. وبالمناسبه خليني اسالك، هل انت وجيلان بتتابعوا الدورات الاولمبيه باستمرار؟ بتتابعوا يعني المنافسات العالميه اللي في الرياضتين اللي انتوا بتلعبوهم دول بشكل دائم، ولا بالصدفه، ولا لا يعني لا بتيجي لا بظروفها يعني؟ لا 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 ما بتجيش بظروفها خالص، ده متابع كبير وبشوف طبعا. لو حضرتك عارفه بولت طبعا هو صاحب الرقم القياسي ده مش بني ادم، ده كلنا بنشوفه حتى مش بني ادم يا جيلان. احنا بنتكلم على ده فاضل له شويه يطلع دخان من رجليه. أيوة. يعني مش ممكن يعني بدايه السبرنت عنده زي نهايته بنفس الخطوه بالظبط. لا طبعا كل ده ليه تكنيك يعني، في فيديوهات كتير قوي بتشرح هو ازاي عمل ده اصلا، ازاي جري في 9 ثواني والاجزاء القليله دي. 9 ثواني في 100 متر متخيلينها هون؟ انا مش متخيله صراحه. مش ممكن 9 ويعني 9.5 وكسور يعني 9 وكسور. بس فطبعا في تكنيك ان اول 30 متر بيبقوا غير الباقي، بتشتغل ازاي ايدك، بتشتغل ازاي مع رجلك، رجلك نفسها من طلعه البلوك بتفرق يعني. هو البوش الاولانيه بالظبط، هي البوش الاولانيه دي اصلا اهم حاجه، لان هو اللي بيطلع اول خلاص بيعتبر السباق بتاعه لو فضل مكمل. طب ليه في من زمان سيطره لدول معينه في ال 100 متر بصفه خاصه؟ يعني دايما تلاقي جامايكا حاضره، دايما تلاقي امريكا حاضره، دايما تلاقي يعني في دول معينه ما يعدوش 3 4 دول لازم يبقى هم معاك في الاول 3 مراكز. تمام، اللي هم امريكا وجامايكا دايما، علشان مش عارف هو مفيش سر معين، بس هم تقريبا هل تكوينهم مثلا بالظبط يعني البشره السوداء بيبقى عندهم تحمل اجمد طبعا، فجسمهم بيبقى مبني اصلا على القوه. فطبعا 100 متر تقول لها قوه اصلا، انت 100 متر غير المسافات الطويله، المسافات الطويله دايما بيبقوا جسمهم رفيع صحيح، لكن مسافات السرعه دايما بيبقوا عضلات اكتر يعني. طب انا عايز اروح معاكم النقطة برضو خاصه بالتاهيل النفسي، ودي برضو راجعه لفكره هنا صناعه البطل. تاهيل نفسي بمعنى ان انا ممكن مثلا يجي لي اصابه وبعدين عشان ارجع مره ثانيه الكامباك بتاعي ممكن يتاثر لو ما تاهلتش نفسيا بشكل سليم. هل النقطه دي عندنا في مصر يعني ناس مركزه معاها ولا لا؟ انتوا اصلا عندكم حد كده ولا لا؟ هو في الحقيقه بابا وماما، لكن في النادي ما فيش. لا هو يعني انا مثلا في الفيديو اللي حضرتك شفتيه انا كنت بلعب حديد وانا مصابه في الخلفيه، فده خلاني ما انزلش بطوله تحت 20 سنه، فما نزلتش. ده كان قبلها باسبوع اصابه مفاجاه كده، فطبعا نفسيا كنت متضايقه اللي هو انا ممكن ما الحقش بطوله ال 18 بتاعتي كمان، اللي هو
فطبعا بابا وماما خدوا مجهود عشان يخرجوني بقى اللي انا فيه وكمان اتاهل جسدي مش أوكي. نفسي بس. النقطه دي مهمه جدا على فكره. اتفضل يا عم. انا من وجهه نظري شايف ان يعني المفروض الواحد يدعم نفسه بنفسه يعني ما يستناش ان لان اللي بره مش هيشوفه مثلا لو مصاب دلوقتي هو مش شايف اللي انا شايفه او مش حاسس اللي انا حاسس بيه. انا لازم ادعم نفسي بنفسي الاول قبل ما استنى الدعم من حد. اكيد. وبعدين انتوا كمان انتوا الاثنين الحقيقه يعني في على كتافكم مسؤوليه كبيره جدا. فكره ان انتوا بتلعبوا بتيشيرت النادي الاهلي يعني المنافسين عارفين والجماهير عارفين وطبعا الجهاز الفني اللي معاكم عارف ان انتوا ما ينفعش تطلعوا باي مركز غير المركز الاول. وبعدين دي لوحدها اكيد بتشكل ضغط كبير. يعني طبعا ضغط. فكره ان انت بتلعب لنادي المركز الثاني عنده زي الاخير بالظبط. مشكله بتهيألي ولا ايه؟ مع انها بتهندله ده ازاي؟ يعني مثلا المركز الثاني بتبقى ميداليه بس طبعا هو احنا عشان من وانا صغيره وانا في الاهلي فخلاص انا اتعودت ان لازم اي بطوله انا عيني على الاول مش الثاني. خدت ثاني انا خسرت بس هي بتبقى كده. طب وانت بتتعامل ازاي بقى عمر مع الضغط؟ لا انا الضغط بالنسبه لي ان انا دايما لازم افضل في الاول حتى لو مع السن الاكبر من سني. يعني انا كنت مشارك في البطولات اللي هي الثلاث بطولات ال20 والدرجه الاولى وال18 فانا بالنسبه لي الميداليه الثانيه الميداليه الفضيه برضو ملهاش طعم. يعني طبعا فرحان ان انا كسبت بس لا يعني مش ده اللي انا عايزه. انا وبالذات لو البطوله بتاعتي زي مثلا 18 فالبطوله بتاعتي ازاي اخد فيها مركز ثاني يعني خلاص كده محتاج اعمل شغل اللي هو الناس تاكل وشي وانا جاي من مركز بالظبط. يعني غير ان انا بلعب تيشيرت النادي الاهلي فانا ضغط عليا انا كعمر ان انا ازاي ما اطلعش اول. لا ان شاء الله الاوائل على طول باذن الله. هو ده اللي احنا مستنيينه منكم واللي جمهور الاهلي مستنيه كمان منكم. ربنا يوفقكم ان شاء الله. بس زي ما احنا دايما بنقول المهم السعي ومهم الاجتهاد والالتزام وانا شايفه ده فيكم. فربنا يوفقكم. انتوا نورتونا النهارده بجد. شكرا ليك يا شعلان. شكرا يا عمر. طيب هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده. اتفضلوا. فتحي نصير أسطورة كروية في عالم اكتشاف المواهب. لما بنقول كلمة مكتشف النجوم كتير مننا بيشوف إنها مهنة خارج الأضواء لأن الاهتمام الكبير بيكون بالنجم قبل صناعة الموهبة اللي بتاخد جهد كبير جدا من صاحبها. ضيفنا هو واحد من أهم وأكبر صناع النجوم في الكرة المصرية. فتحي نصير أصغر مدرب كرة قدم في تاريخ الدوري المصري وده كان بسبب إصابة ممكن تبدو بسيطة لينا في الأيام دي لكنها كانت كفيلة لنهاية مسير الكثير من اللاعبين في ذاك الزمان. ولد فتحي نصير في عام 1948 وبدأ مسيرته في صفوف أجبال النادي الأهلي لكن الإصابة لم ترحم ابن 19 عاما اللي تعرض لقطع في غضروف الركبة عام 1967 وهي إصابة خطيرة وقتها فعلاجها يحتاج إلى عاما أو أكثر لتأخر الطب وقتها. وهنا كانت النقطة الفاصلة في حياة نصير. بعد استشارة عدة أطباء نصح عبد صالح الوحش مدرب الشياطين الحمر نصير بالاعتزال والاتجاه إلى مجال التدريب. قرار الاعتزال كان صعب على نصير لكنه بدأ على طول مسيرته في مجال التدريب كمدرب للناشئين في الأهلي تحت قيادة مصطفى حسين أبو الأجبال وهو في عمر 21 عاما أصبح مدربا لفريق الشباب ليكون أصغر مدرب في تاريخ الكرة المصرية. إصابة نصير جعلته حريصا على مساعدة المواهب للخروج للنور وكان صاحب عين صائبة. انتقد عدد كبير من المواهب من بين الألاف غالبيتهم أصبحوا أساطيرا نتحدث عنهم اليوم على رأسهم الخطيب ومصطفى عبده وثابت البطل وعبد العزيز عبد الشافي وإكرامي وغيرهم كتير من نجوم وأساطير الكرة المصرية. نصير كمان هو المدرب المصري الوحيد اللي تولى القيادة الفنية للأهلي ومنتخب مصر في وقت واحد ده بجانب عمله كمستشار فني لاتحاد الكرة قبل سنوات وخبير فني بالاتحاد العماني لكرة القدم حتى عام 2018 ليظل فتحي نصير أسطورة كروية في عالم اكتشاف المواهب. هو
نورنا النهارده في اول بقى ايام السيزون الجديد للبرنامج نجم واسطوره قرويه، يعني مشواره كمان كلاعب كان يمكن قصير بسبب الاصابه، لكن قدر ان هو يعوض ده في التدريب وكمان اكتشاف المواهب الكرويه اللي منها يعني رموز عظيمه جدا. هنحكي في كل ده وهنقول لحضراتكم بالظبط مين اللي كابتن يعني فتحي نصير اللي منورنا النهارده والنوستالجيا كان السبب ان هو ينضم للنادي الاهلي. بجد اسامي كبيره جدا على خلال ان شاء الله الفقره هنعرف ده من كابتن فتحي. صباح الفل ومنورنا ومبسوطه ان حضرتك معانا بجد في اول حلقه في السيزون الجديد. انا سعيد وكل سنه وانتم طيبين ومبروك على الاستوديو الجديد. الله يبارك في حضرتك، نورت ونورت البرنامج. الله يخليك الله يخليك. طبعا احنا عندنا ملفات متعدده نتكلم مع حضرتك فيها، كل عنوان منهم على حده عايز له يجي حلقه، يعني يكفي التفصيله اللي هواند اتكلمت فيها واثرت اكيد. انا ما رضيتش اقول الاسامي. هنعرف خش بقى بالاسامي كده. طيب خلينا نبدا فعلا بالنقطه دي كابتن فتحي. وحضرتك كنت سبب في اكتشاف يعني اسماء لمعت بشكل كبير جدا في النادي الاهلي، يمكن منهم كابتن محمود الخطيب، صح كده؟ خلينا نعرف بقى الكواليس اكتر. طب تسمحوا لي برضو في الاول يعني لمحه، انا يعني اتشرف ان انا اكون ابن من ابناء النادي الاهلي، واتشرف ان اكون عضو فاعل كان ليا دور في ولا زال في طبعا. النادي الاهلي النادي الاهلي حاجه يعني بسعد وبتشرف بيها، واللي يثبت لنا النهارده الخبر اللي انتوا قلتوه صبح على الاستاذ العامري فاروق، دلاله على ان النادي الاهلي في الانتخابات نادي مؤسسي، نادي قانوني، نادي يعرف الاصول، نادي يعرف الصح طبعا. نادي يعرف المبادئ، نادي يعرف كل شيء ما هو بالقانون. وقد كانت صحيح. الهفوه اللي حصلت بان هو بعد عن يعني مجلس اداره، انه ما يحضرش مجلس اداره، طبعا هو بقلبه كان جوه مجلس اداره وهو مع كل المجموعه ومعانا وكل حاجه، هي اتاخرت مثلا شهر ولا حاجه، بس لكن لا يصح الا الصحيح في نهايه المطاف. لكن ده اختبار لمؤسسه الاهلي ان ازاي تتصرف في مثل هذه المواقف، ودعم ابنائه، فده نجاح لمجلس اداره النادي الاهلي. طب. فانا بهني النادي الاهلي، مش بهني العامري فاروق، بهني النادي الاهلي بمبادئه باسلوبه بحضرته بالاسلوب اللي هو عمله بالطريق اللي هو عمله، ان هو ازاي يرجع الحق لاصحابه. صح. وفعلا لولا الحق دي بتبين لنا من اول السنه كده من 2022 ان احنا بنشتغل على ميه بيضاء. حلو ده كالعاده. طيب خلينا نخش للتفاصيل نيجي. وانا ذكرت اسم كابتن خطيب، فخلينا نعرف بقى. يعني انا هقول حاجه، يعني نقول 55 سنه في النادي الاهلي من يوم الاصابه، قبلها كمان خمس سنين، يعني نقول 60 سنه كتير للنادي الاهلي. يعني انا كنت في النادي الاهلي وانا عندي سنه. اكيد لا قصه طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، الناس اللي هي يعني ما في حاجات كتير لا زالت ما اتعرفتش عن محمود الخطيب، فرصه نعرفهم للمشاهدين. فهو يعني لغايه دلوقتي انا طبعا مش الخطيب، هناخده نموذج من مجموعه الكواكب والنجوم طبعا. اللي قدمتها للنادي الاهلي كابتن مصطفى عبده وغيرهم كتير، وكل مجموعه يعني مجموعه يعني لا يعني بالعشرات، مش بالواحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، لكن هو ناخده كنموذج لنا وهو نموذج لهم وهو ممثل لهم بصفه ان هو دلوقتي رئيس طبعا. النادي الاهلي. طيب محمود الخطيب كان كنا في الثانويه الرياضيه، وكنت انا رئيس قسم الكوره في الثانويه الرياضيه، وبنعمل اختبارات للاعيبه. كان زمان الثانويه الرياضيه دي الحقيقيه اللي هي بعد الاعداديه، يقعدوا ثلاث سنين يدرسوا ويتدربوا ويتعلموا وكل حاجه، بس يكونوا مميزين رياضيا. فطبعا بنختار في العدد ده كله، كل سنه بنختار 18 واحد، و18 واحد دولت هم يبقوا فصل واحد في المدرسه، فال18 دول فصل المتفوقين رياضيا. لا كلهم، لا ده هي ما انا في كره سله وفي كره طايره وفي مثلا جمباز، في كل جميع الرياضات المتفوقين فعلا متميزين، كل ابطال. فهو كنا بنعمل له دايره زي الترابيزه الموجوده دي، وكل واحد بيبقى كنترول بالكره بتاعته في الهواء لك دقيقه، وتعد لنفسك عشان يبقى اختبار موضوعي، تعد لنفسك انت كام عده جبتها. واحد جاب 10 في الدقيقه، واحد جاب 20، واحد الكره تقع منه يروح يجيبها ويجي.
ما هو لما يروح يجيبها ويدي هيضاع وقت طبعا، يبقى عدد هيقل اكيد. هو الكره ما نزلتش من عند كتافه ما شاء الله، من دماغه لكتافه ما نزلتش الكره بالوضع ده. فبالتالي هو كان عنده كام سنه كابتن فتحي؟ كان في الوقت ده عنده 15 سنه. ف انا اول ما شفت كده قلت له تعالى اقعد هنا خلاص. ده من حسن حظنا كلنا ان حضرتك عملت كده. يعني فهو بعد شويه وكملت بقى الاختبار للمجموعه اللي بينا اللي كانوا بيشتغلوا كل اربعه مع بعض. فهم بقى ثلاثه اللي بيشتغلوا، فكل شويه يقول لي اقوم، اقول له لا خليك بس نشوف دول عشان نركز على الثلاثه. ده خلاص انتهى. مش انتهى ان هو جايب واسطه ولا جايب مش عارف زي، لا ده هو مهارات. هو جاي اصل اصعب حاجه، ما انت بتحلل بقى طبعا. ضرب الكره بالراس دي من المهارات الصعبه لانها عايزه احساس الدماغ بالجلد بالدماغ، العين المفتوحه طبعا. لمسه الكوره كل دي مركبه جدا، ازاي الرقبه تشتغل، ازاي هنا تشتغل طبعا. مساحه تشتغل محدود بمساحه انه ما يتحركش، فدي صعبه جدا طبعا. صعب المدرب يعلم يعني مهاره ضرب كره الراس من المهارات الصعبه زي مهارات التسديد بالظبط. فهو خلاص عمل حاجه صعبه يعني عشان نقعد نعلمها له الكلام ده، طب هو الباقيين ليه ما بيعملوش الكلام ده؟ اذا هم ما فيش. قعد يتنقل بعد كده يجي الاختبار اللي بعديه، كان هم 5 اختبارات. ده قعد يجي اقول له قوم يا كابتن، اقول له خليك قاعد اكمل باقي. انت مفروغ منك، انت مفروغ منك. ما انا مش هتقول. فاللي جنبه بيقول له وانت ما عندكش واسطه؟ قال له لا. قال له لا ده بتاع النادي الاهلي ده، هو لو حد من النادي الاهلي يكلمه. قال له انا لا ما عنديش. ده بيقولوا على مين؟ بيقولوا عليا انا بقى. انا سامعهم بيكلموا بيدوروا له على واسطة عشان يقعدوه برضه جنب كابتن خطيب. بيقول له طب انت يعني ما، قال له ده، قال له ما جبتش حد؟ قال له لا انا ما جبتش حد. فراح جاي للتاني قال لي، بيقول لي اقوم، قلت له لا. فالتاني سامع انا بقى رامي ودني معاه، فبيقول له مش انا قلت لك مش هتقوم؟ فعلا لغايه اخر الاختبارات. وبعدين راح جاي مخلص وخلصنا الاختبارات وطلعنا بنكتب الورقه بالاسماء اللي نجحوا النهارده على اساس يروحوا بعد كده يكملوا اوراقهم والحاجات دي. فاحنا قاعدين في المكتب لقيت واحد بيخبط عليا على الباب واحنا قاعدين مدربين، بيقول يا كابتن اسمع انا لقيت اسم مكتوب بره وانتوا بتقولوا اسماء الناجحين. قلت له طب خلاص فيها صعبه دي ولا ايه؟ مش دولت اسماء الناجحين اللي عليهم استكمال اوراق؟ قال لي طب بس انا ما كملتش الاختبارات. قلت له اختبارات ايه؟ انت مش محتاج. قلت له انت مش عملت ضرب الكره بالراس كذا كذا؟ قال لي والباقي ما عملتوش. قلت له معلش. قال لي بس اسمي موجود. قلت له مش اسمك محمود ابراهيم ابراهيم عبد الرازق الخطيب 1930-10-1954؟ مش ده هو اسمك تاريخ ميلادك؟ قال لي قلت له خلاص يبقى انت اللي نجحت. فهو مشي هو فاهم العكس ان هو ما كملش الاختبارات ان هو مش كويس. قلت له لا انك حين. فالمهم راح وجي بعد كده اختبر وكملنا معاه بقى في الثانويه الرياضيه. كان معانا بقى في الثانويه الرياضيه في الفتره دي كان زيزو، كان في اكرامي، كان في مصطفى عبده، كان في من الزمالك كان في فاروق جعفر، كان في الخواجه، كان في غنم سلطان. اسامي كبيره جدا يعني كل الاسماء دي. فلقيته بنلعب بقى، نروح احنا خميس وجمعه اللعيبه بتروح بيوتها وتلعب في النادي وترجع تاني في الثانويه الرياضيه فيها اقامه كامله طول اليوم، تدريب الصبح ثم دراسه ثم التدريبات الحاجات اللي بعده. فكان وقتها الحرب، الكلام ده في سنه 70 طبعا ما كانش فيه كوره وكانت الكوره بس المنتخب الشباب والناشئين اللي هم موجودين دول. فالجرايد بتكتب وسجل اهداف الاهلي فلان وسجل اهداف الزمالك فلان، فطبعا سجل اهداف الاسماعيلي مثلا اسامه خليل. هو مش مكتوب بيلعب في نادي النصر، محدش كاتب عنه حاجه. فبدا الشباب الغيره اللي هي من جوه، الغيره السليمه، في غيره فاسده صحيه وفي غيره غير صحيه. فبدا هو يعني يتضايق، هو في نادي النصر هو احسن منهم كلهم، انا نفسي اخده الاهلي بس عايزه يجي من داخله ان هو بحب النادي الاهلي، مش زي دلوقتي العقود بتيجي الفلوس اللي يدفع اكتر يجي. هنا يعني الدولار او الجنيه او الحاجه دي هو الفيصل
في ان نادي لاعب يروح في حته بغض الا يعني ما ندر يعني. لكن هو هو فوجئت بيه ان هو نفسه اتفضل محمود الخطيب بيقول يا كابتن انا عايز اروح النادي الاهلي. فانا فرحت. انت مستني الجمله دي؟ ايوه انا عايزها تيجي منه. ما هو ممكن يروح يقول الزمالك. ده حلم اي حد يعني. ايوه بس انا مش عايز اجيب حد النادي الاهلي، ما هو يروح الزمالك ما يروح اي نادي تاني، ما يروح اسماعيلي. فكره انه يبقى عنده انتماء او محبه للنادي بعيد. اسماعيلي كان اياميها كمان بطوله افريقيا واخدها، اللي هي اول بطوله لسنه 70 من جبير. فاذا كان ممكن تطلعاته تروح في الحتت دي طبعا. فانا عايز هو اللي تيجي منه يعني. فمن اليوم ده حسيت فعلا البني ادم ده فعلا ده النادي الاهلي اللي احنا شايفينه دلوقتي في محمود الخطيب. هي الكلمه دي اللي قالها لي يوميها، ان انا جاي ما مش قال لي هيدفعوا لي كام، اصل النادي الثاني هيدفع لي اكتر طبعا. النادي الثاني هيديني ايه، النادي الثاني هيلعبني على طول. ده جاي بيقول انا عايز النادي الاهلي. قلت له روح النادي الاهلي. قلت له تعرف تروح؟ فقال لي اه في لعيبه هنا من النادي الاهلي هيروح، هروح معاهم. قلت له خلاص يبقى روح معاهم، صغير بقى طبعا. قلت له روح معاهم هيختبروك هناك، ولو لقوك كويس اكيد هياخدوك. فقال لي طب خلاص. المهم راح على هناك وانا بقى فرحان وقاعد بقى مستنيه فين، في النادي الاهلي. طب شويه ولقيت واحد اسمه الله يرحمه حنبله جاي بيقول له كابتن في واحد جاي من سنوره زيها. قلت له مين؟ قال لي بيقول اسمه قلت له ايه يا ابني اسمه ايه؟ قال لي اسمه قعد يفتكر اسمه. عايز اقوله عايز هو يعني طبعًا. انا يكون حد تاني قول الاسم. فقال لي اللي بيخطئ. قلت له الخطيب. قال لي ايوه هو ده. فجالي قلت له هات فانيلا نمرة 10 واديها له. يا حضرتك اللي اخترت كمان من يوميها. ليه هو انت عارف هو اخواته 10 تمام فهو معتز بيهم. كنت تعرف النقطه دي من قبل؟ انا اعرفها بقى في المدرسه لما هو كان في سنوات الرياضيه. فدي من الحاجات دي بندرسها وبنبقى عارفينها وكده. فقلت له طب هات الفانيلا وده. فجاء قال لي ايوه كابتن سلم عليا هختبر فيه. قلت له يا ابني تختبر ايه؟ تعالى بقى انا اقول لك. انت جيت برجلك هنا؟ قال اه. قلت له انك انت بتحب النادي الاهلي، فانا عشان انت بتحب النادي الاهلي عايز اطلع دي من جواك. يعني ان انت اللي تقول هذا الكلام طبعا. مش ان انا اللي اكبرك واقول لك ده النادي الاهلي هنعمل لك وهنعمل لك وهنعمل لك. فالحقيقه جه وخد الفانيلا ومن يوميها لبس فانيلا نمره 10 طبعا ولعب في النادي الاهلي وبقى تاريخ مع الرقم ده وبقى موجود في النادي الاهلي. ده كلام محترم جدا. احنا لسه عايزين نكمل مع حضرتك نعرف اكيد تفاصيل برضو اكتر، بس فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم كابتن فتحي نصير. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه لعشرة الصبح في الاهلي وضيفنا العزيز اللي منورنا ومشرفنا كابتن فتحي نصير اللي الحقيقه دايما لا يخلو من القصص الجميله. كنا بندردش معانا ونهواند من شويه اثناء هذا الفاصل وسمعنا منه قصه لطيفه جدا جديره بان احنا يعني نسمعها لحضراتكم برضو بتدل على هذا الكيان باصوله اللي بيراعيها باخلاقيات رموزه. طبعا كلام على كابتن محمود الخطيب. ومعلش هنستسمح حضرتك برضو ايه نعرف الناس الموقف ده، وبرضو في رابط ما بين الاستاذ العبني فاروق وكابتن محمود الخطيب والاساس اللي احنا عايزين نوضحه للناس فكره الاحترام. الاحترام والمبادئ وكل واحد نظام مؤسسي، كل واحد عارف اصول وعارف ايه الصح. طبعا الكلام ده بيرجع لنا في سنه 98 كان مباراه بين النادي الاهلي وفي نهائي دوره الوحده الكرويه، وكان البعثه موجوده برئاسه السيد العامري فاروق تمام كمثل النادي الاهلي تمام. الخطيب جاي وهو برضه في اتحاد في النادي يعني الوقت ده امين صندوق، فكان في رحله علاج في فرنسا وبيكلمني بالتليفون دايما احنا على تواصل. قلت له النهارده في مباراه بعد بكره جايه حلوه النادي الاهلي وبيلعب كذا، ما تيجي وتشوفه تقضي يومين بعد رحله العلاج دي وتقدر تغير الرياضه. قال لي طب يا كابتن انا هغير الرحله وهجي لك واستقبلناه وعملناه وكل حاجه وكل الامور ونختصر. وجه وحضر المباراه تمام. حضرنا المباراه والنادي الاهلي فاز يوميها.
المهم واحنا بين الشوطين فوجئت ان المندوب او ممثل الشخص اللي الشيخ سعيد بن زايد ابن الشيخ زايد رئيس نادي الوحده جاي بيقول كابتن عاوزين الكابتن محمود الخطيب بس عشان الشيخ عاوز يسلم عليه. والشيخ قاعد فوق في مقصوره خاصه كده بإزاز واحنا قاعدين في المقصوره الرئيسيه بس دي مقصوره خاصه بتاع الشيوخ. طبعا. فبقول بقول له يا بيبو في كذا كذا كذا. قال لي يا كابتن لا مش هقدر اطلع. قلت له الشيخ ابن الشيخ زايد. قال لي لا مش انا رئيس البعثه، رئيس البعثه العمري فاروق. قال لي يعني ايه؟ قال لي لو هو عايز يروح انا جاي ضيف. انا الرسمي بتاع البعثه ده العمري فاروق. فقلت للمندوب اصل كذا كذا كذا. فقال لي طب خلاص تطلعوا هما الاثنين. فقال له برضه انا مش هطلع. قلت له ليه؟ قال لي لان عشان يطلع لازم السفير. الله السفير موجود، كان السفير افتكر لما سيب الخير فهمي فايد سفير جمهوريه مصر العربيه في الامارات موجود. قال ده صفه رسميه ما نقدرش نسيبه ونروح نيجي نسلم وكده. فقال له كده انا مش هقدر استقبلكم لان هو قاعد فوق بشورت وفانيلا. فلو لابس شورت وفانيلا ما يقدرش يقابل اي شخص السفير بصفه رسميه. طبعًا. لازم الغتره والعجال والمش عارف ايه والحاجات دي البروتوكولات دي. لكن شوف بقى الحب والاحترام، راح طالب اخوه الثاني الشيخ طحنون اللي هو معاه في النادي. قال له البس غتره وقال له تعالى عشان تقابل بعثه الاهلي وتسلم على الخطيب وتعتذر له على اساس ان احنا ما قابلناهوش وتقابل والسفير موجود معاه. واحترام متبادل الحقيقه. فشوف ازاي ادى احترام طبعا وفهمه يعني ايه الاصول بادب. احنا اي حد تاني ابن الشيخ يعني ابن الشيخ زايد والشيخ زايد في حياته وبتاعه وكده قبل ما حضرتك تكون خلصت الجمله هو قاعد معاه في المقصور. الله كله لكن ده قال له لا ما اقدرش، ده في رئيس بعثه اللي هو العمري فاروق ويمكن العمري ما يعني دلوقتي يمكن ما اعرفش القصه دي. يعني انا بقولها ولا اول مره انا والخطيب بس اللي نعرفها. هو يمكن سياده النائب او نائب الرئيس دلوقتي ما يعرفش. عارف يمهن الخطيب ما رضاش يطلع الا لما يطلع مع العمري، ولما جم قالوا طب اطلعوا انتوا الاثنين قال له لا ما اقدرش لان فيه سفير وما نقدرش نسير بالسفير. حاجه محترمه جدا دي مبادئ، دي مبادئ النادي الاهلي على الارض. يعني زي ما احنا بنتكلم نادي الاهلي نادي المبادئ، هي مش شعارات احنا بنقولها او بن يعني بنربطها بينا. لا انت على الارض بتتبع ده. فيعني لا فعلا حاجه من 25 سنه 25 سنه تخيلي حاجه من 25 سنه. طب احنا عايزين بقى نرجع بحضرتك لما هو ابعد من 25 سنه واحنا دلوقتي قاعدين في حضره ابو الاشبال كما حضرتك يعني ملقب بهذا اللقب المعروف. عايزين نعرف بقى ابو الاشبال هو شخصيا ايه ذكرياته لما كان ضمن اشبال النادي الاهلي؟ لا كان بيدربنا طبعا الكابتن الله يرحمه كامل مسعود، كان بيدربنا كابتن مصطفى حسين، وبعدين كنا احنا يعني فرقه الاشبال في النادي الكلام ده في 57 58. ولما اشتغلت انا بقى مع كابتن مصطفى وفي بطولات الناشئين، وطبعا في الخمسينات دي ما كانش لسه الاهتمام بكره القدم زي الاهتمام دلوقتي. كان كل اللي ماسك الفرقه اتنين، يعني الكابتن كامل مسعود الله يرحمه والكابتن مصطفى حسين، هما الاثنين بيشكلوا الجهاز الفني كامل كله بتاع القطاع كله. وبعدين حتى لما اصبت والكابتن عبد الصالح كان استاذي في كليه التربيه الرياضيه وكان قال لي لا انت كده مش هتكمل وما تتصدمش انت هتسبق جيلك ابدا تدريب، وقال للكابتن مصطفى نخلي ايه ناخد فتحي بقى معانا عشان يساعدك وكده انت لوحدك تحت. فكنت انا كان الكابتن كامل كبر ومبقاش قادر، فبقيت انا وهو الكابتن مصطفى ماسكين كل الفرق من مدرسه الكوره الصغيرين، ما كانش في مدرسه الكوره كانوا الصغيرين دول الى ان وصلوا للسن الدرجه الاولى وكده. وتدرجت بقى طبعا من الناشئين للشباب للفرقه دي طبعًا. الفرقه مثلا بتاعه الخطيب اللي هي الفرقه اللي بعتز بيها دي فرقه كانت 18 سنه وكانت الكوره متوقفه اياميها، وقعدنا سنتين ما نخسرش مباراه ما شاء الله. في السنتين دخل فينا جول وتعادلنا ماتش دخل فينا جول، والجول اللي دخل فينا ما تخسرناش، ما احنا ما خسرناش يعني مثلا النتيجه بقت 3-1 بس وتعادلنا مره واحده.
الفريق الذي لم يهزم. صحيح. ومكتوبه كان الاعلام كده كان اياميها بقى اللي هي بعد الحرب تسعة اللي هي ايه في 70 71. لما جه محمود الخطيب وجت المباراه الشهيره بتاعه اهلي وزمالك اللي كل الناس بيقول دلوقتي اعلى نسبه كانت 6 تمام، احنا كنا 7 يعني كسبنا 7-1. وكان اياميها في الفتره دي الله يرحمه الكابتن صالح، والكابتن جوهري كان لسه جاي من الجيش بعد الحرب، قال له تعالى هفرجك على فرقه بتلعب كوره. فجم هما الاثنين وقعدوا وانا قعدنا في الملعب وفي استاد التتش المدرج مليان، لان النادي الاهلي كسبان البطوله من غير ملعب الماتش ده، يعني احنا كسبانين من غير ملعب. وبعدين الزمالك جاب اول جول. فطبعا شويه جمهور الزمالك قليل بس كان حب كله مختلط مع بعض مش زي دلوقتي. يعني جمهور الزمالك مع جمهور الاهلي وقاعدين ومطرين بس قليلين وقاعدين في النص. مفيش حواجز ولا فاصل ولا كده. لكن ايه يمنعهم الاحترام بينهم كده، ما كانش فيه هي دي الروح الطبيعيه. هي دي كانت الروح اياميها. وبعدين رحنا بادئين بعدها بعد الماتش، يعني في الماتش ده انتهى 7-1 وانا قاعد يعني بقيت هتجنن ان الكوره زي دي او ماتش زي ده يعني هيضيع مني وانا هيضيع البطوله. خطيب يوميها جاب 4 جوال ما شاء الله، وخد يعني من ضمن الحاجات. وطبعا اياميها كان زي ما قلت لحضرتك مفيش كوره انا هودي غير هي دي اعلى نسبه. فكسبنا 7-1 وخدنا البطوله وطلع من الجيل ده مجموعه كبيره قوي، يعني راحت للدرجه الاولى وراحت للناشئين اللي هم كانوا معاهم قبل كده. كان في زيزو، صفا طب حليم، مصطفى عبده، الجيل الاكبر بقى منه. كل دي كانت مجموعه لما قالوا ايه مدرسه الكوره او فريق التلامذه لما جه الشربيني خد المجموعه دي كلها ولما. فكنت انا بدربهم في النادي الاهلي وفي نفس الوقت انا مدرب في منتخب مصر. واللي خدنا درجه سابقه جديده من نوعها في الوقت ده. لا حصلت حتى ما اتكررتش بعد كده. ما هي ما اتكررتش لان ما كانش في زمان فلوس. واللي خدني ادرب في منتخب مصر الله يرحمه الكابتن محمد حسن حلمي رئيسنا الزمالك، كان يعني سمع عني واتفرج وشاف وكده من اللعيبه اللي بيتكلموا عليه، وكان هو في نفس الوقت نائب رئيس اتحاد الكره، كان الرئيس نائب محمد احمد. فهو جه قال لك تعالى معايا عشان تساعد الكابتن جدي فريق اول على طول. فقعدت هناك واشتغلت معاه، اشتغلت 16 سنه في اتحاد الكوره و16 سنه في النادي الاهلي. الوقت الكوره ما تتوقف عشان هنعمل معسكر منتخب زي دلوقتي كده، ابقى انا مع المنتخب. طب خلاص الكوره وقفت ارجع اشتغل مع النادي الاهلي. حضرتك اسم كبير كابتن فتحي، وده اللي احنا بنقوله. لا دي حقيقه يعني بصراحه، ولكن انا فاضل 3 دقايق عايز اروح مع حضرتك بقى لفكره هنا الاصابه اللي جات لك، لان عمر حضرتك في الملاعب ما كانش طويل لكن المسيره كانت طويله طبعا لحد هذه اللحظه اللي بنتكلم فيها. بس عايزه اروح مع ذكريات برضو الاصابه وشعور حضرتك وقتها كان ازاي، وتحكي لنا اكتر عن الفتره دي. هي فتره يعني هقول صعبه ومش صعبه طبعًا. بعد يعني بعد السنين يعني في ودني دلوقتي الكابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه استاذنا الفاضل مدربنا ورئيس النادي الاهلي السابق، لما قال لي انت خلاص مش هتلعب كوره فانت تروح تدرب. بس كانت ازاي على حضرتك لما سمعتها انت مش هتلعب كوره؟ دي وحشه، دي اكتر حاجه ممكن ان هي تضايق اي لاعب. ده هي اكتر حاجه بشعه يعني. ما هم اتنين قالوها لي، كابتن عبد الصالح وهيدي كوتي. هتقول طب ايه اللي جاب هيدي كوتي وانت كده بقيت مدرب؟ كابتن عبد الصالح قال لي انت مش هتلعب لان الاصابه حصلت في الركبه. وبعدين احنا دلوقتي الرباط الصليبي بيقعد 9 أشهر بالعلاج. احنا زمان لا في علاج ولا في طبعا. اي حاجه طبعا، غضروف ما فيش طبعا. حط رجلي في الجبس وابره عشان يسحب يعمل بذل دي يعني يشيل الورم اللي هو كده بالدم ويرجع تاني يحط جبس ويرجع تاني. فالرجل خلاص انتهت تدمرت فما بقتش يعني خلاص هعمل ايه؟ فقدر. وانا كنت همشي في التحكيم ودرست تحكيم وكده، لكن رحت اشتغل لما بدات في التدريب. وجيت بقى نفس القصه اللي حرمني اكتب انا هو يعني مش هتلعب دوري لكن ممكن العب كوره. فانا بلعب في فريق الشمس، كنا عندنا في النادي فبنلعب فريق الشمس. فلاقيه واروح اخد دش وابدا اعد، كنت مع الفريق الاول مع هيدي كوتي. هيدي كوتي لقى وشي احمر وجاي وباخد دش،
هو يتكلم عربي مكسر كده. قال لي ابنه انت في ايه؟ قلت له لا انا ولا حاجه بغسل دوش. بتاخد دوش ليه؟ انت العب. قلت له انا العب. قلت له لا. قال لي لا انت العب مع يعني الشمس. قلت له قال لي انت مجنون. قلت له انا مجنون ليه يا خواجه بتقول لي كده؟ قال لي انت ممكن كسوره رجل، انت ممكن مش درب خالص، لكن هم ممكن كسوره رجل هيروح يقعد في المكتب بتاعه ويشتغل. يعني ان كل اللي بتلعب معاهم دول موظفين و اداريين يعني لا يعني ناس لهم اماكنهم مش عايزين صحتهم. لكن انت لو لعبت وكسرت انت طبعا خلاص، لو كسرت يبقى مش هتدرب. هو الحقيقه كابتن فتحي يعني احنا يمكن كره القدم المصريه يعني خسرت حضرتك كلاعب، بس كسبتك كمدرب للنادي الاهلي وكأب اجبال النادي الاهلي ومدرب لمنتخب مصر في وقت من الاوقات. الحقيقه حضرتك يعني سيره وقيمه وقامه وتاريخ طويل اطول بكتير قوي من ان احنا نقدر نحصره في فقره واحده. فهي يعني يا دوب نحن نشكرك جزيل الشكر ان انت نورتنا في اول حلقه كريم في يعني هي طبعا جديد. انا طورت نفسي برضه في كلمتين كده ان ما اكتفيتش بالتدريب، ان انا بقيت محاضر في الاتحاد الافريقي ثم محاضر في الاتحاد الدولي ثم مراقب في الاتحاد الافريقي ثم مراقب في الاتحاد الدولي ثم منسق جنرال كوردينيت منسق عام بطولات امم افريقيا. المصري الوحيد او العربي الوحيد او الافريقي الوحيد اللي خد في 10 بطولات في بطولات افريقيا ان يبقى جنرال كوردينيتور. يعني مفيش واحد على مستوى ال 54 دوله افريقيه او على مستوى مصر عمل جنرال كوردينيتور ل 10 بطولات افريقيه. عشان كده بنقول تاريخ وقيمه وقامه. نورتنا بوجود حضرتك معانا. ربنا يدي حضرتك الصحه كابتن فتحي وبالتوفيق في اللي جاي كمان. لسه المسيره لا تنتهي يعني. لا 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 كل التوفيق لحضرتك ان شاء الله باذن الله. بشكرك انا وكريم، نشكر حضراتكم على متابعتنا وحلقه النهارده واول السيزون واول السنه خالص. يا رب تبقى سنه ناجحه علينا جميعا وعلى الاهلي اكيد. نشوفكم بكره ان شاء الله و10 الصبح في الاهلي.